لا تذكر الانتخابات البرلمانية في العراق إلا ويكون التزوير قرينا لها، فرائحة التزوير بدأت تفوح منذ يوم التصويت الخاص في 10 أيار، لكن الصورة هنا في كركوك تبدو أوضح عقب التصويت العام. التركمان في كركوك تظاهروا أمام مبنى مفوضية الانتخابات رافضين النتائج الأولية لها التي أعلنت تفوق الأحزاب الكردية في مناطق ذات أغلبية تركمانية. إلى متى نبقى يعني تحت ذلة وتحت مكفخة؟ الكل تدري بهم تزوير، من أكبر واحد بالعراق لأصغر واحد. ما جاي الناس عبثا الساعة 12 بالليل تارك أطفالها وعيالها وجاية ضد أحد، ما رافعين علم ضد أحد ولا سلاح ضد أحد، جاي نطالب حقوقنا. الكل تدري، ماكو واحد في كركوك ما يدري أكو تزوير، والحكومة تدري. اتهامات للمفوضية بالتواطؤ لصالح الأحزاب الكردية في توجيه نتائج أصوات الناخبين التركمان في مناطقهم لصالحها. هل من المعقول أدنى قرية عمر بن الخطاب اللي فلشه واللي هجر ناسه الانفصاليين الأكراد يطلعون الأكراد نسبة 99%؟ ما معقولة. عندنا مدرسة الفجر بالواسطة اللي سكانها أكثرية عرب وتركمان، الأكراد بيها 3% يطلعون 98%. ممثلو التركمان في كركوك طالبوا العبادي بالتدخل لإعادة فرز الأصوات يدويا بناء على مطالب السكان. طالب القوات الأمنية في كركوك بالحفاظ على الصناديق وعدم السماح بالعبث فيها، وكذلك اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وبحضور مراقبين من كافة الكيانات السياسية في مركز محافظة كركوك. اتهامات التركمان وممثليهم لمفوضية الانتخابات في كركوك بالتلاعب بالنتائج أجبرت محافظة كركوك وكالة راكان الإجبوري إلى عقد مؤتمر صحفي طالب فيه الرئاسات الثلاث بالتدخل وإعادة فرز الأصوات يدويا. أطلب بشكل عاجل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والمفوضين اتخاذ قرار عاجل وسريع وفوري بإجراء عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في المركز الوطني للمفوضية في بغداد وبطريقة العد اليدوي. الجبوري ومسؤولو الكيانات السياسية في كركوك أكدوا أنهم أبلغوا الحكومة في بغداد مسبقاً بوجود خلل في أجهزة العد والفرز الإلكتروني في مراكز المفوضية في كركوك، لكن من دون استجابة تذكر.